للحديث أكثر حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس لجنة شؤون الشباب في المجلس. أهلا بك في نشرة الثامنة. كيف سيسهم قرار إنشاء وتشكيل لجنة تمكين الشباب في القطاعين طبعا العام والخاص في توفير فرص جديدة لتمكين الشباب؟ الله يسعد مساكم بالخير. بالنسبة لقرار سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة بإنشاء وتشكيل لجنة تمكين الشباب في القطاعين العام والخاص، طبعا هذه الخطوة ليست بغريبة على سموه، فهو الداعم الأول للشباب في مملكة البحرين، وهذا طبعا لثقة سموه بأبناء الوطن. اليوم دور الشباب دور مهم في تنمية العمل وصناعة الأثر في مختلف المجالات والقطاعات، سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، وقرار سموه يمثل خطوة هامة للارتقاء بالشباب وتحقيق طموحاتهم، وما تضمنه القرار من بحث فرص التدريب والابتعاث والترقي الوظيفي بما يتناسب مع قدراتهم سيساهم في تعزيز فرص العمل المناسبة للشباب، وأيضا سيشكل إضافة عبر فتح المجال لتوفير فرص تدريبية كبيرة أمام الشباب البحريني، وهذا طبعا سينعكس بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني وأيضا على عملية التطوير المستمرة في مختلف المجالات. والحمد لله اليوم الشباب البحريني هم على قد الثقة الملكية التي أولاهم إياها سيدي صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، الذي سخر كافة وسائل التطوير والارتقاء للشباب وتمكينهم في العديد من المجالات. وأيضا لا ننسى الدور الحكومي من خلال البرامج الحكومية لدعم الشباب برئاسة سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه. وأيضا نتمنى كل الخير والتوفيق للشباب البحريني بإذن الله تعالى. سعادة السيدة سبيكة خليفة الفضالة، عضو مجلس الشورى، نائب رئيس لجنة شؤون الشباب في مجلس الشورى، شكرا جزيلا لك.